وين غرقنا يا عمي؟ أولادهم نايمين خشت علينا المية. ما في أولاد ابني الكبير استشهد وجوزي ميت أنا أرملة. والله ما بنلاقي لح أي حرمتنا تبهدلت هي تبهدلنا ما فيش نقدرش نشتري شوادر. الشوادر ب 600 شيكل يا عمي. بدنا شادرين ثلاثة اللي يسترونا في هالشتاء. والرجاء المساعدة كل واحد عنده ضمير يساعدنا في هالموقف. أولادي بموتوا تحت الشتاء غرقنا أكلنا طحيننا شربنا حرماتنا كلها تمزعت يا عمي من الشوب من الشتاء من الحرارة كلها تمزعت كل المنشطرات خبطاها كلها بتسيل من فوق روسنا بدنا شوادر يعني لو سمحتوا ساعدونا في هالشتاء خلوا أولادنا والله أنا بتجيني نفحة هواء ما بقدر أنا صحتي عقدي يا عمي لسه أول شتاء هذا والحمد لله كله مية والله سيل الشارع كله الأسفلت جا علينا على مواعيننا على طحيننا على حرماتنا على كل إشي والله أنا خمس تنفار وبنتي جوزها في غزة ومعايا ست تنفار خمس صبايا معايا وولدين وأنا ما بقدر صحتي عقدي ما بقدر أضل أتنقل من هنا وين شوف خيمة خوا أخوتي وشوف خيمة يمنا هنا هذا اطلعش على الفينا صور على المجال اللي حوالينا مكاتله العرب ايش حد زياده عليك ايش حد الان لسحنا على ابواب الشتاء وكيف وضع خيام هاي خوف فيش ولا خيام هلقيت تعال عدي عليك كل النسوان بالصحن بلطم الاولادك تعالوا هان شوفوا طلع في شيء فيش الا سترة ربنا تعالوا فراشنا هاي فراشنا مي كله ما الشوادر نمزعها فيش عندهم زيادة دول فيش عندهم ولا زلمة الناس بتحن عليهم الله يخليك ابراهيم يا ريت امنوني اي حسد اسمه